السنه دي يعني. اه بالظبط، في طيب حلول كتيره للكولر. صحيح صحيح. طيب انقل من ده لواحد كمان من الحاجات اللي يعني النمسا مش دوله كرويا يعني مش 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 من الدول الكبيره في اوروبا يعني، ورغم كده تلاقي جماهير الاهلي برضو يعني لما اشوف مثلا في المانيا في فرنسا في ايطاليا ماشي مفهوم ان الدول دي فيها مصريين كتير ودول اساسا بتاعت كوره، لكن الحاله دي في النمسا برضو يعني بالنسبه لي برضو كانوا بيحتفلوا امبارح كمان بالمكسب طبعا. لا يعني يمكن جمهور النادي الاهلي معودنا دايما ان هو في ظهر النادي، يمكن كمان شفنا النهارده بعض الروابط في السعوديه وعدت ان مباراه السوبر الافريقي الاستاد هيكون ممتلئ للعدد الجمهور. لا جمهور الاهلي في المنطقه العربيه وفي اوروبا كمان يعني الحاله جميله جدا طبعا. انا النهارده بالمناسبه كده يعني خبطت في فيديو من الفيديوهات، واحد تونسي من باب سويقه بيشجع، مش عارف شفتوا الفيديو ده ولا لا، بيشجع الاهلي فبيكلموا معاه في انترفيو على في التلفزيون هناك في تونس، فبيقول واحنا كسبناكم في هنا في ملعبكم، فالراجل بيقول له انت بتتكلم على ايه؟ هو راجل فاكره بيشجع الترجي المقدم يعني، فبيقول له انا بشجع الاهلي المصري، قال له ازاي بتشجع الاهلي المصري ده انت بس انت، قال له لا الاهلي المصري بالنسبه لي فالقصه تعدت كمان حدود المصريين يعني، شكل الاهلي مستوى الاهلي منظومه الاهلي النهارده بقيت تقدر تقنع بيها مشجعين كوره في دول تانية جميع انحاء العالم. بالظبط، علشان كده احنا امبارح لما اتعملت قرعه كاس العالم للانديه انا قلت يا جماعه كل الفرق سواء فرق عربيه فرق افريقيه يمكن كمان كبار الفرق اللاتينيه، واحنا تاريخنا مع فرق امريكا الجنوبيه في كاس العالم للانديه مميز جدا، كله بيعمل لك حساب وكله بيعمل لك الف حساب كمان. فالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الفتره الاخيره طبعا استاذ ايهاب الخطيب هو موجود في المعسكر طبعا بيوثق بيوثق اللحظات، مستنيين مستنيين الفلاشه لما يرجع. لا يعني هي اجواء جميله طبعا من الجمهور ومن المصريين اللي موجودين، ازروا الفريق ادوا له الدافع المعنوي اللي بيحتاجه الفريق في بدايه الموسم، بالاضافه بقى طبعا للدوافع الفنيه المتمثله في المكاسب العديده اللي كانت موجوده. دي جماهير كبيره يا جماعه، ده مش عدد قليل يعني، ترتقي من 5 ل 10,000 اعتقد يعني الاعداد اللي كانت، وكانت والناس دي ممكن على فكره جزء كبير جدا منهم يعني مش بس جاي من النمسا. بالظبط يعني او من فيينا يعني، ممكن يبقوا جايين من الدول اللي حوالين النمسا، اعتقد في ممكن تبقى سويسرا ممكن تبقى المانيا يعني، ممكن لان انتوا عارفين الحركه في اوروبا بتبقى سهله يعني. فلا يعني انا اعتقد ان المعسكر كان كله لا وجمهور يعني مش ناس بص يعني هم حريصين كمان ان هم يرتدوا التيشيرت بتاع شمال النادي الاهلي تلتة شمال صحيح وعلام النادي الاهلي والحاله تلتة شمال قوي ده يعني عملوا حاله بصراحه صحيح حلوه جدا صحيح. اضافت كمان للحاله اللي كان عليها اللعيبه والجهاز الفني، اعتقد ان ده ان شاء الله كمان لما نرجع الفريق للقاهره هو الراجل ده واضح خد بالك سعيد جدا خد بالك المحترفين كمان لما بييجوا يشوفوا يعني انت متعود دايما لما بتلعب على ارضك انك تبقى وسط جمهورك، لكن لما تبقى بتطلع في كل حته تلاقي مدرجات مليانه او تلاقي جماهير بتستقبلك في المطار برضه ده بيحسسك بانك انت يعني بتنتمي لواحد من اكبر انديه العالم. مش انديه كتير على فكره على مستوى مش افريقيا على مستوى العالم عندها جماهير في كل حته. بلاش طبعا الكلام في موضوع الشعبيه ده، عشان احنا يعني لما بنتكلم في موضوع الشعبيه وبنتكلم بالدلائل وادينا بنشوف النادي الاهلي انا مش محتاج اثبت حاجه لحد. بالظبط يعني هو انا موضوع انا لما بقول حاجه مش محتاج اثبت حاجه لحد يعني، احنا يعني كل حاجه واضحه، ولكن طبعا انت عارف اثاره الجدل، ولكن جمهور النادي الاهلي ما بيديش فرصه، ما بيتاخرش دايما في الموعد في مصر بره مصر في اوروبا في كل الدول صحيح ورا النادي الاهلي، وده على فكره هيكون دافع كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في منافسات كاس العالم للانديه ايضا اللي هتقام. هنيجي لكاس العالم. طب تعالى نروح لختنا لكاس العالم، والحمد لله زي ما قلت في اول حلقه انه القرعه الى حد كبير خدمت النادي الاهلي. انت كنت بتتمنى نبعد عن بطل اوروبا؟ طبعا.